تعرف ما في أحلى من إنك تشرب بهالجو؟ لا 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 ليك هذا السقف شكله عم يهز شوي شوي لا طيط لأنه إذا أمي سمعتنا راح طيط علينا. ببساطة هي ما بتتحملني إذا شافتني عم بشرب ومبسوط. يعني أمك ما بدها إياك تشرب ما هيك؟ لا وانت كتير مهتم بامك. طيب قلك شغلي لالا، بما انه امك هيك وما بتحب تشوفك شربان، ما بتحب، فليش لا تشرب؟ انا بشرب لانه انا زعلان كتير ومزعوج. انت زعلان؟ ابني لالا زعلان؟ هوب قلي ليش زعلان؟ انت بس قلي عنوان واسم الرجال اللي مزعلك، قلي وشو رح اعمل؟ شوف بعينك شو رح يصير؟ الشخص اللي مخلاني هلا زعلان ومزعوج كتير، حتى تخلى عني من سنين طويلة كتير وما عاد سأل عني بنوب. فيني اسألك سؤال؟ ايه طبعا اسأل، انت بتكون ابني وبتقدر تسألني 100 سؤال، اللي شو بدك لجاوب؟ لا لا هدي حالك انتبه. بابا بصراحة انت أمنت لنا كل شيء إلي ولأمي ولمدة 18 سنة كاملين، انت ربيتني كأني ابنك تمام، وانت وقفت جنب امي بلا ما تتزوجها. بس ليش ما تزوجت امي؟ قلي قلي انت ليش ما تزوجتها لامي؟ كنت عم راقبك من انا وصغير، كل النسوان كانوا يشوفوا حالهم انهم متزوجات بابا ويفتخروا بزواجهم كمان، بس امي انا لا، ما فرحت هي الفرحة وعاشت بالحزن. فكر شوي كيف هلأ هي بتكون حاسة إنه ضلت عايشة مع رجال 18 سنة. الناس أكيد بيكونوا حكوا عليها كتير حكي عاطل. تعرف شو بيكونوا هلأ هالعاطلين عم بيقولوا؟ كل شي عاطل وما بيسوى، وفوق كل هاد أخوة إلا أي هاد أخوة، هو قال إن واحدة وسخة كتير وفلتانة كمان. بابا أكيد أمي سمعت هاي الكلمة كتير بحياتها، سمعتها وكله كان بسببي، إيه بسببي أنا، هي انظلمت. مع هيك هي لساعتها بتناديلي ابني وبتحبني كتير. أنا عيب علي يكون ابنها، لأنه ما بيصير الولد هو يكون سبب وجع أمه. أنا خجلان من حالي لأني السبب بوجع أمي، أنا خجلان من حالي، لهيك أنا لازم موت بابا. لا ايه انا خجلان كتير من حالي لهيك صار لازم موت. لا بابا لا 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 ام 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 لا لا يلا ابني اهدى بلا بكي، قتلني. لا لازم موت. اهدى يلا خلاص، اهدى خلاص ابني، خلاص قتلني، خلاص لا تحكي هيك، لازم موت وارتاح وريح. لا عاد تحكي خلاص ابني، لا بقى تبكي خلاص. ليك خود اشرب شوي، مسك خود يلا ابني. لا لا اشرب، لا لا ابني. الو امي، انا شفت بورفي، هي منيحه هلا، ما في داعي تخافي.
ايه أنا جاية على البيت. ماشي. شو صار أخي؟ بظن السيارة تعطلت يا أختي. وهلأ شو؟ لازم نتصل بالميكانيكي. إيه طيب ماشي، اتصل بالميكانيكي خليه يصلحها. ماشي، أنا رح أتصل بالميكانيكي وصلحها. وقف. هدول شوفيرية التكاسي ما بيضحكوا بالليل أبداً. يا حلوة، بدك تروحي عنانت؟ أنا رايح بهداك الاتجاه، بدك وصلك؟ لا شكراً، أنا بعرف كيف دبر حالي. صار الوقت متأخر كتير، والمكان مانو منيحه، ما راح تلاقي تاكسي هلأ. لا، ما في داعي تعذب حالك، أنا منيحة، دبر حالي. عذاب شو يا أنسي؟ أنا رايح لهنيك كمان، وما راح أصرف بنزين زيادة. هلأ معقول هاد الشب عم بغازلني؟ أكيد لا، أنا ماني عم غازلك أبداً، عم أحكي بشكل عام. ما تتفاجئي، بس لأنه مبين على وشك أنت شو عم تفكري هلأ. ما عم فكر بهيك شي. ماشي، فكري بالموضوع وقبلي وصلك، ما رح يصير لك حدا غيري، وكمان ممكن حدا يخطفك لأنه مبين عليكي مانك قوية. مو حاسس حالك بتحكي كتير أنت؟ أنا؟ أكيد لا، وبالأخص أني لازم ساعد حدا مثلك أنت. ليكي، أنا عايش بالبناية يلي جنب بيتك، فباعتباري جارك من واجبي إني ساعدك ووصلك، هذا واجب الجار عجاره. إيه لا تفكر كتير، يلا طلعي. صحيح، بالمناسبة أنا صاني. أنا بوند، جيمس بوند، نمشي؟ تفضلي، نحن هلأ وصلنا على أناند. شفتين وصلتي؟ شو قصدك؟ يعني أنا بسوق بسرعة بالعادة. كتير مهضوم، وبالمناسبة أنا كمان بحب السرعة، شكراً على التوصيلة. صحيح أنا ما قلت لك شو اسمي. مرحبا. بعرفك تيجودي شموخ. شلون أنت؟ الحقيقة تعرف؟ مو بس اسمك بعرفه، بعرف أمك جانا دي شموخ، وأبوكي مازن دي شموخ، وستك سافيتا دي شموخ، وجدك دامودار دي شموخ، وكمان بعرف أسماء كل أفراد عيلتك. بس أنت كيف بتعرف؟ الفضل بهالشي لأمي. الفضل بهالشي لأمك؟ قصدك سينيلاتا كانديشي. سمعانة بهالاسم وين يا تيجو؟ هالاسم مو غريب علي، سمعانة فيه. أكيد أنت سمعتي من ستك شي مرة. من ستي أنا؟ إيه؟ سينيلاتا كانديشي هي أمي، وشارلوتا كانديشي بتكون خالتي. وكمان بتعرفي جيجينيش؟ مين جيجينيش؟ الشاب يلي سرق له الحرامي 1000 روبية وكان عم يركض هداك اليوم، وانتي ضربتيه بالسوق بعدها. ايه اكيد، مستحيل انسى وشه، هو اجبن واحد بالعالم. وبتعرف؟ هاد الجبان بيكون اخي. ولا يهمني. اسفة. مو مبين اني بشبهه ما؟ الكل بيقولوا هيك، نحن كتير بعاد عن بعض، بتعرفي؟ هو بفيق الصبح بكير كتير، بيتحمم وبيلبس، وبعدين بيفطر على بكير، وبيطلع يشتري خضرة، بعدين بيوصلهم على البيت وبيروح على الشغل، بيرجع من الشغل تقريباً على 6، وبعد هيك بيتفرج على الأخبار أو على الرياضة، وبعدها بياكل وبينام على الساعة 9. خلصت؟ على فكرة أخوك أكتر شخص ممل بهالعالم ومزعج كتير، أخوك لازم يتعلم شي منك. قصدك إنه كلي حيوية، وإنه رفقتي حلوة، صح؟ لا أنا كنت بقصد إنك رؤي، أنا عم بمزح. لازم روح هلأ لأخذ الطلبات. طلبات شو؟ إيه
أنا بجمع طلبات وبوصلهم على الميتور، هاد شغلي. بكل الأحوال روح وين ما بدك، أنا لازم روح على البيت. وشكراً على التوصيلة، مع السلامة. سلام. تجو استني. هي إليك أنتي. رفقات؟ شكراً. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.